مشروع القضاء على قوائم الانتظار. بترعى الدولة مشروع القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة تقديرية بتصل ل 606 مليون و 910 آلاف جنيه، ومدة تنفيذ المشروع 6 شهور. للقضاء على قوائم الانتظار تم اتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم، وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل، ولجنة للميكنة، ولجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، ده غير تشكيل لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني والتخلص من قوائم الانتظار. من أجل الاهتمام برعاية الأطفال مجهولي النسب، تستعد لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية. وحسب دراسة أخيرة للمركز القومي للبحوث الجنائية، فإن عدد أطفال الشوارع في مصر يصل إلى ما يقرب من 16 ألف طبقاً لآخر مسح شامل قام به المركز اعتماداً على لجان شكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة مستقلة تدعى المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. يهدف المجلس إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو أنشئوا في ظروف اجتماعية قاسية بحسب مشروع القانون. كما يختص المجلس بإصدار القرارات المنظمة لعمله وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. طلعات كثيرة تبدو في الأفق من خلال اجتهادات أعضاء مجلس النواب وما يناقشه المجلس حاليا من مشروع قانون لإنشاء مجلس قومي معني بأطفال الشوارع والأيتام وفاقدي الرعاية. بالتأكيد كثير من التطلعات والتعويلات على يعني هذا المشروع المستقبلي لقانون في، وسؤال مهم جدا إلى أي مدى يمكن أن يسهم بالفعل في الحد من هذه الظاهرة السلبية والخطيرة جدا ألا وهي أطفال الشوارع. معي ومعكم في هذا اللقاء نائب أستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. نعرف الأول إيه اللي وصل لي، يعني إيه الظروف اللي دفعت أن يتم التفكير في أن يكون في مشروع قانون، العمل على مشروع قانون معني بمواجهة هذه الظاهرة، وإزاي فعلا ممكن تحسن من واقع ومصير هؤلاء الأطفال؟ لأن بالفعل لو تم توجيههم بشكل صحيح هيكون ده الاستثمار في البشر، وده بناء الإنسان المصري كما ينبغي أن يكون، وده بالتأكيد أولويات هذه المرحلة وفقا لكثير من التصريحات اللي نتوقف عندها للرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح، يعني هو في الحقيقة بعد الثورتين 25 يناير و 30 يونيو، وبعد ما الرئيس تولى المسؤولية، كان في مواجهة لكافة المشكلات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. ومن المشكلات الاجتماعية اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عنها في مقدمة القضايا اللي اتكلم عنها، هو قضية الأطفال في وضعية الشارع أو أطفال بلا مأوى. والرئيس اتكلم على أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة، وكان في توجيه من اول يوم الرئيس تولى فيه المسؤوليه للجهات المعنيه وفي مقدمتها وزاره التضامن ان يكون في مواجهه لهذه الظاهره. يعني ولو حضرتك تتذكري احنا مع بدايه تولي الرئيس المسؤوليه ما كانش في عندنا حصر دقيق للاطفال في وضعيه الشارع، الى ان قامت الدوله بحصر الاعدادهم وبقينا بنتكلم عن تقريبا حوالي 16,000 طفل في وضعية الشارع أو طفل بلا مأوى، وده كان 16,000. أفتكر يا أستاذ محمد ممكن الرقم يكون أكتر من كده، بمعنى أن إحنا يتعذر على الأقل في اللحظة اللي إحنا فيها دي أن إحنا نرصد العشوائيات. مثلا
والعشوائيات دي اكيد تعتبر مكان ملائم جدا لاطفال الشوارع موجودين فيها. فيعني صعب ان احنا يبقى عندنا خريطه واضحه بنسبه 100% لعدد اطفال الشوارع، لكن ممكن ناخدهم على الاقل كعدد مبدئي محتاج ان هو يولى المزيد من الاهتمام والرعايه. يعني خلينا اقول ان قبل ما يتم اعلان العدد ده كان في يعني في الحقيقه مبالغات في تحديد عدد الاطفال في وضعيه الشارع. العدد اللي انا بتكلم عنه ده هو العدد اللي اعتمده المجلس القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه. تمام. وهو العدد كمان اللي المجلس القومي للطفوله والامومه اقره. يمكن الأعداد المبالغ فيها كانت بتضيف للعدد ده الأولاد اللي هم ممكن يكونوا بيقضوا معظم الوقت في الشارع وبعدين في المساء بيرجعوا لأسرهم، لكن الرقم اللي أنا بتكلم عنه ده هم الأطفال في الوصف اللي بقوله ده في وضعية الشارع. الأطفال في وضعية الشارع بلا مأوى هم فرعية متفرعة من أطفال الشوارع ولا هم اللي بيحق توصيفهم بأن هم لا هم اللي بيتوصفوا بالوصف ده؟ وفي الحقيقة الوصف الدقيق للأطفال اللي بيعانوا أنه ما عندهمش مأوى هو الأطفال في وضعية الشارع. ده المصطلح حتى العلمي اللي الأمم المتحدة بتستخدمه واللي بيستخدم في الأوساط الاجتماعية. الشاهد أنه لما تم تحديد العدد بشكل واضح وابتدت وزارة التضامن اللي هي الجهة المعنية انها تشتغل على هذا الملف، يعني تنشئ افكار او تتكلم في افكار لمواجهة الظاهرة دي، كان اكتر الافكار جدية ما تم الاعلان عنه في ابريل 2017 اللي هي مبادرة الوزارة لمواجهة ظاهرة الاطفال بلا مأوى او الاطفال في وضعية الشارع. ودي كانت مبادرة بآليات تنفيذية محددة، كانت بتتكلم عن مشروع هيتنفس في 10 محافظات اللي هم العشر محافظات اللي فيهم 80% من الأطفال في وضعية الشارع، من ضمنهم القاهرة واسكندرية والجيزة وبني سويف والشرقية والمنوفية. والمبادرة قائمة على أن هيتوفر دور رعاية متنقلة أو سيارات وحدات رعاية متنقلة. تمام. تقريبا 17 سيارة وتم تدريب 17 فريق هم فرق شارع وإدارة حالة عشان يكونوا موجودين في السيارات دي. السيارات دي بتروح للأطفال في المكان اللي هم موجودين فيه أولا عشان تعمل الحصر اللي احنا بنتكلم على إنه مدى دقته، فهي بتروح لهم في مكانهم وبتحصر عددهم، بتعمل لهم رعاية صحية في مكانهم، بتشوف منهم المؤهل للدمج عشان يتم دمجه، يا إما في أسرته لو كان معروف لأسرة وهو بيهرب منهم فيعاد يعني ارجعه تاني للأسرة ودمجه فيها، ولو كان ما هواش يعني مش معروف مين أسرته بيتم دمجه في أحد دور الرعاية. ونفس المبادرة دي كان فيها تطوير ل 21 دار رعاية من دور الرعاية القائمة. المشروع ده كان بيتكلف 164 مليون جنيه، منهم 114 قدموا صندوق تحيا مصر و50 مليون قدمتهم الوزارة، والوزارة كمان دعمت من خلال الميزانية دي ب 48 مليون مؤسسات المجتمع الأهلي اللي شغالة في معالجة مشكلة أطفال بلا مأوى، وحطت أو رصدت 2 مليون جنيه يتقدموا للمبادرات اللي تقدم حلول فيها شيء من الإبداع لمواجهة هذه الظاهرة. المشروع ده تم إطلاقه من إبريل 2017 والمفروض أنه هو تباعا يعني بيتطور، ومن وقت للتاني وزيرة التضامن بتفتتح أحد الدور اللي تم تطويرها، تم إنشاء وحدة مستقلة داخل مركزية داخل وزارة التضامن لمتابعة المشروع ده، وأنشئ مكاتب اتصال في مديريات التضامن المنتشرة في المحافظات العشرة اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هيشملهم المرحلة الأولى. بالتأكيد محمد جهد مشكور من وزارة التضامن، لكن حضرتك مش معايا ومع متابعين كتير بأن الموضوع ده يعني شغل شاغل المفروض مش بس الوزارة واحدة، داخل فيه وزارات كتير على الأقل من منطلق تشابك القضية أو الظاهرة دي. لأن أنا يمكن من شوية كنت بقول إن اللي بينظر ليها على إن هي ظاهرة فقط متعلقة بقطاع من الأطفال أو ليها بعد اجتماعي فقط بينظر ليها بشكل قاصر وسطحي، لأنها مش بعيدة عن الإدمان، مش بعيدة صحيح. عن الإجرام، مش بعيدة عن الإرهاب صحيح. مش بعيدة عن، وحضرتك يمكن دقيت عليها سريعا، التسرب من التعليم والتفكك في بعض الأسر المصرية صحيح. ويمكن يعني ما افتكرش الحوار الحقيقة مدته حتى تسنى إن احنا نتكلم عن كل حاجة ليها دعوة بالظاهرة ده.
هل ده في رأي حضرتك بيخلي المواجهة أكثر صعوبة؟ ده سؤال، سؤال مش بعيد عنه كمان، هل الكيانات اللي موجودة بالفعل المفروض معنية بهذا الموضوع؟ هل المشكلة إن احنا عايزين كيانات تانية ومجالس أخرى متخصصة تانية، ولا المشكلة في تفعيل ما تخرج به هذه الكيانات وأن يكون طريقة العمل تختلف نوعا؟ يعني خليني أبدأ بالجزء الثاني من السؤال على فكرة هل إحنا محتاجين كيانات أخرى. وطبعا إحنا حضرتك أشرتي في الخبر أنه مجلس لجنة التضامن في مجلس النواب بتناقش أو ابتدت مناقشة مشروع قانون مقدمه اثنين نواب بنفس العنوان، النائب حسين غيتا والنائب سعيد حساسين، بيتكلموا عن إنشاء مجلس قومي لرعاية الأطفال الأيتام والأطفال في بلا مأوى والأطفال في وضعية الشارع، يعني مش بس وفاقدي الرعاية. لكن يعني في الحقيقة احنا في مناقشتنا الأولى احنا عملنا جلسة وابتدينا نناقش المشروع، فكانت يعني وجهات نظر أعضاء اللجنة بتقول انه احنا فعليا عندنا مجلس قومي للطفولة والأمومة، ولو حضرتك قرأتي التوصيف لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة هتلاقيه من ضمن أدواره أنه بيرعى هذه الفئات. هي المشكلة أنه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان تبعيتهم لما تحولت لوزير الصحة، فده إلى حد ما قلص دورهم، يمكن بالذات المجلس القومي للطفولة والأمومة قبل ثورة يناير، لأنه كان بترعاه السيدة الأولى وقتها، فكان المجلس ده ليه زخم كبير جدا، وكان لما بيتكلم في أي قضية من القضايا معظم الوزارات ذات الصلة بالقضية بتتفاعل معاه وتتعاون. لكن لما قامت الثورة وكمان اتنقل تبعية المجلسين دول لوزارة من الوزارات، فده يعني شوية نزلهم حتى مقارنة بالمجالس الأخرى. المجلس القومي للمرأة على سبيل المثال بيتبع السيد رئيس الجمهورية، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيتبع السيد رئيس الجمهورية. طيب يا فندم، حضرتك كده أكدت ظني، بمعنى ألا يخشى من تداخل اختصاصات، من تضارب الفعاليات، من أن يكون في حتى في اتساع في النطاق نفسه بتاع عمل المجلس؟ يعني المجلس مش معني بس بالأيتام ولا بس بأطفال الشوارع، ده وسع الموضوع لدرجة ان احنا بنتكلم عن فاقدي الرعاية. ده فاقدي الرعاية دي ممكن تمتد الى فئات اخرى كمان، فيعني الا يصعب ذلك يعني؟ او حضرتك مش شايف ان ممكن يكون بيشوش الصورة شوية، ان كان المفروض يكون المسألة اكثر تحديدا، وازاي هيتم التعامل؟ يعني احنا يمكن كان وجهة نظرنا في اللجنة انه تفعيل المجلس القائم فعليا اللي هو فيه كوادر وفيه موظفين هو اولى بكتير جدا من اننا ننشئ كيان جديد. ومندوبي الحكومة في الاجتماع الاول اللي عملته اللجنة لمناقشة القانون قالوا الكلام ده. بكرة في اجتماع موسع هيحضروا النائبين اللي مقدمين مشروعين القوانين، وهيحضروا ممثلين عن الوزارات المختلفة، والتوجه العام في اللجنة اللي ظهر من الاجتماع الأول إننا نفعل دور المجلس القائم وندعم بالمبالغ التي يعني من الوارد أن تخصص إذا أنشئ مجلس جديد، ندعم أكتر المشروعات القائمة ويبقى. بس ده لا ينتفى معاه أدوار المجالس الأخرى، بمعنى أن العلاقة هتكون تكاملية أكتر، ومش هيكون المجلس الوليد أو الجديد بديل عن المجالس الأخرى العاملة في مجال شبيه. هو اللي احنا متبنينه الى الان انه مفيش حاجه لانشاء مجلس جديد، وانما الحاجه الى تفعيل المجلس القائم. انا عندي مجلس الطفوله والامومه، احنا محتاجين نقدم قانون جديد ليه ينقل تبعيته يا اما للسيد رئيس الوزاره او للسيد رئيس الجمهوريه، محتاجين اننا نفعل قانون مهم جدا مصر عملته بعد ما وقعت على الاتفاقيه الدوليه لحمايه الاطفال اللي هو قانون الطفل الجديد. القانون ده صدر سنه 2008، لكن اللي عمل مشكلة فيه، والقانون ده في الحقيقة يعني بيحمي الأطفال في كافة الأوضاع، سواء أطفال بلا مأوى أو الأطفال في دور الأيتام. كل مشكلة القانون ده أنه لما صدرت لائحته التنفيذية في 2010 كان فيها إشكاليات، ولما ابتدى المجتمع يتكلم في معالجة الإشكاليات دي قامت ثورة 2011، وإلى اللحظة اللي احنا فيها دي لم يتم تعديل اللائحة. فلو احنا بنتكلم في حلول عملية على الواقع الموجود، رقم واحد أنا بأناشد السيد
رئيس الوزراء لأن دي سلطته المهندس مصطفى مدبولي أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل اللي صدر في 2008 بما يتفق مع فلسفة قانون الطفل، والقانون ده في حد ذاته هيوفر مظلة حماية قوية جدا، ثم ان احنا نفعل دور المجلس القائم المجلس القومي للطفولة، وانه ملف الاطفال بشكل عام سواء في وزارة التضامن او في الدولة المصرية ككل يكون له اولوية كبيرة طبعاً. لان طبعاً. الاطفال من نسبة السكان تمثل 30%، 30% دي يعني بنتكلم عن 30 مليون. مشروع شاب يعني في النهاية هي دي هتبقى القوة العاملة المستقبلية في مصر. كمان عايز اتكلم مع حضرتك في هيبقى في مجالات مختلفة الحقيقة معنية بالطفل، بمعنى في جانب صحة وتعليم، في جانب ايضا ان يكون في قوانين رادعة اكتر تعاقب من يسيء معاملة الاطفال سواء كان من الأسرة من ارباب الأسرة نفسه او من الخارج. حديث يطول ايضا عن عمالة الاطفال، تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، لكن يمكن دي إحنا يعني مش لمسينها قوي، يعني القضية دي مش عندنا إحنا بالذات، بس عمالة الأطفال بشكل غير ملائم دي بالتأكيد واحدة من المحاور، يعني أكيد موضوع في الاعتبار، يعني لما يعني إن شاء الله يرى مشروع القانون هذا النور في القريب بإذن الله. هو قانون الطفل اللي كنت بتكلم عنه في كلامي السابق، يعني هو اتعامل مع القضايا دي، اتعامل مع قضية عمالة الأطفال، وكان المفروض أنه بينطوي على أحكام رادعة سواء تجاه الأسرة اللي يعني تخلي ابنها أو بنتها ما يتعلموش وتوديهم للعمالة، وكان بيتعامل مع قضية عمالة الأطفال على أنها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي مش بس اعتداء على الطفل، لكن كمان بينتج عنها مشاكل اجتماعية. عمالة الأطفال مثلا أحد أهم الأسباب اللي بتؤدي لزيادة النمو السكاني، لأن في كثير من الأسر في القرى وفي المناطق العشوائية الأباء والأمهات بي بي بيخلفوا كتير من منطلق أن ده هيوفر لهم فلوس أن هم الولد يوصل 6 سنين ولا يمكن أصغر من كده شوية يبتدوا ينزلوه للعمل. فقانون الطفل اللي أنا بتكلم عنه ده كان بيتعرض لعمالة الأطفال، كان بيتعرض مع غيره من القوانين لموضوع زواج القاصرات اللي هو برضو فيه اعتداء على الأطفال، وفي نفس الوقت بيعمل مشاكل أخرى برضو من ضمنها زيادة معدلات الزيادة السكانية، وكمان بينشأ عن زواج القاصرات إن بعد شوية بيتطلقوا، والأطفال اللي بينتجوا عن هذا الزواج في غالب الأحيان ممكن جزء كبير منهم يتجه للشارع لأن بتبقى الأم ما بتبقاش هترعاهم، وطبعا اللي بيتجوز بنت قاصر بيبقى غالبا زواج أشبه بزواج المتعة، بمجرد ما بتنتهي الأب يعني بيختفي أو الزوج بيختفي. يعني إحنا لو بنتكلم على الملف ده، رقم واحد محتاجين نفعل القوانين الموجودة فعليا، وخاصة قانون الطفل لأنه فعلا هو رادع جدا وحامي جدا للأطفال. قانون يعني أنا تقدمت بتغليظ لعقوبة الخطف والمجلس ناقشها وتم إقرارها بشكل نسبي، يعني وده برضو كان ليه أثر في مواجهة الاعتداءات اللي بتتم على الأطفال فيما يخص الخطف وتجارة الأعضاء وتجارة البشر طبعاً. وما شابه. فإحنا بس محتاجين يعني إنجاز التعبير كده نفعل القوانين القائمة، وبعدين احنا عندنا كيانات موجود، يعني يمكن التوسع في انشاء كيانات موازية، اولا مفيش كيان هينشأ الا وهيحتاج ميزانية صحيح. واحنا فعليا يعني احنا يمكن اللجنة وهي بتناقش قانون موازنة المجلس القومي للسكان كنا رفضناها لاني مفيش دور، هو المجلس موجود كان ليه دور سابق، لكن لما بقت تبعيته لوزارة الصحة فاللجنة ارتأت انه حتى واحنا بنناقش القائمين عليه والامين العام للمجلس عن ادوارهم، فكانوا كلهم بيقولوا ان المجلس في وضعه الحالي ما بيأديش اي دور. فانا وجهة نظري واظن ده كمان يعني وجهة نظر معظم زملائي في اللجنة، انه بدل احنا ما ننشئ مجالس جديدة اذا كان في مجالس قائمة بتؤدي نفس الدور نفعلها، وده اللي احنا قلناه لزملائنا اللي قدموا مشروعين القوانين،
واللي قالوا مندوبين الحكومة اللي جم ان احنا بدل ما ننشئ كيان موازي للمجلس القومي للطفولة من باب اولى ان احنا نفعل المجلس القومي للطفولة بالزبط. من باب اولى ان احنا يبقى عندنا، حضرتك تفضلتي وقلتي انه الملف ده بيشتغل عليه مش بس وزارة التضامن، ده بيتماس مع وزارة الداخلية عشان الاطفال دول جزء منهم بيبقى يتورط في مخدرات او طبعاً. او امور اجرامية. طب ما احنا ممكن جدا نصرف الجهود لان يبقى عندنا استراتيجية قومية حماية الأطفال، والجهود تنصرف لتفعيل دور الوزارات اللي موجودة فعليا. ده في حاجة كمان تبادرت لذهني دلوقتي، اللي بيتخرج من إصلاحية أحداث ممكن يكون مشروع مواطن صالح، ممكن يكون مشروع مجرم يبتدي يعكر صفو ويعمل أعمال منافية للأمن يعاقب عليها القانون بالتأكيد. ما هو في الآخر لو ما توفرتش ليه فرصة عمل ما هو هيتحول لكده، لو ما كانش في آليات دامجة. يعني احنا كان في مشروع وان كان بعيد عن ده بس يقول اهمية فكرة الدمج، الشباب اللي بيشملهم العفو الرئاسي مع لجنة العفو عن الشباب، بعد ما اتخرجت كم دفعة كان لجنة العفو الرئاسي لجأت للبرلمان عشان يبقى فيه يعني تفكير في آليات لدمج الشباب دول مرة تانية بالزبط. بعد ما بيتم العفو صحيح. عنهم. فده يقول انه لو طفل موجود في دور رعاية وبعدين لما كبر طلع للمجتمع لو ما كانش فيه آليات لدمجه، مع الأسف يعني آليات الدمج دي سواء لدول أو للمعفو عنهم من الشباب، عدم توفرها بيخليهم أميل إن هم. في سؤال تاني كمان سيادة النائب، يعني دور رعاية الأحداث ودور رعاية الأيتام وغيرها من الدور اللي بالتأكيد إحنا عارفين إيه الهدف الأساسي منها، هل هي نفسها بيكون عملها مطابق للمواصفات؟ يعني يؤمل ان كتير منها يكون عملها مطابق للمواصفات، لكن في وقائع كتيره ممكن يكون بيتم التهويل فيها بعض الاحيان، ممكن في بعض الاحيان بيكون المساله تستحق ان نتوقف كثيرا عند ممارسات هذه الكنات، ان مهم جدا ان هي تكون بتأدي عملها كما ينبغي، والا تكون فعلا غير ناجحه في ان هي تؤهل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الشباب إن هم يكونوا عناصر صالحة ومنتجة في المجتمع المصري. يعني في الحقيقة دور الرعاية عموما في حاجة لتطوير، في حاجة لتدريب، في عدد كبير جدا من الموجودين ما بيبقاش عندهم من التدريب ما هو يلائم ده. في مبادرة وزارة التضامن أطفال بلا مأوى المفروض أن في 21 دار رعاية قائمة موجودة، المفروض أنها دار رعاية للأطفال في وضعية الشارع يعني أو للأحداث كما يعني المصطلح المتعارف عليه، أنه يتم تطويرهم بحيث يبقى عندهم التأهيل النفسي والتأهيل الملائم للأداء الدور ده. ده جزء من الدور، لكن في جزء كبير من دور الرعاية ما زالت محتاجة أنه يتم توجيه الجهد ليه. ويمكن ده ياخدنا لنفس الفكر، إحنا بدل ما ننشئ كيانات موازية وكيانات جديدة، طب ما نوجه لو احنا عندنا قدرة ان يتوفر في الموازنة العامة للدولة مبالغ لهذا الغرض، بدل ما المبالغ دي يتم يعني انفاقها على انشاء كيانات جديدة، طب ما نفعل بيها دور كيانات قائمة، ما نحرك بيها تدريب. يعني يمكن موضوع انشاء فرق الشارع 17 فريق بيتكلموا على ان يبقى فيهم 2 أخصائيين في التعامل مع الأطفال في وضعية الشارع وواحد ممرض عشان الرعاية الصحية والتطعيمات وما شابه، وواحد للأنشطة لأن الولاد دول بيحتاجوا عشان يعني يتم جذبهم يبقى في أنشطة فيها شيء من المتعة عشان يجوا ويقعدوا في السيارات المتنقلة دي. الوصف اللي أنا بقوله ده يقول إن إحنا بنتكلم في 17 فرقة، كل فرقة فيها أربع يعني كوادر واحتاجوا هذه الأموال وهذا التدريب. فده يقول إن إحنا قد كده لو اشتغلنا على تدريب القائمين على دور الرعاية هنبقى محتاجين أموال عشان نقدر نحقق ده. عشان فيكم كبير بالتأكيد، كتير جدا من مشكلاتنا وهمومنا ملهمة جدا لمشروعات قوانين وأفكار كتيرة يعني مستقبلية للمعنيين في مجلس النواب، ويعني نأمل ان شاء الله يعني نتكلم عن هذا الطرح ان هو قانون يفعل على ارض الواقع في القريب العاجل ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر نائب الاستاذ محمد ابو حامد. شكرا 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 لحضرتك.
أشكر لحضركم حسن المتابعة. دي كانت المحطة الأخيرة في جولتنا معكم النهاردة في من القاهرة، وأترككم بعد 7 دقائق بالتحديد مع ساعة إخبارية شاملة تتابعونها معنا على شاشة قناة النيل الأخبار. أشكر لحضركم حسن المتابعة وإلى اللقاء.